نقف في موقع لا بد من توضيحه في إطار الصراع مع العدو. بفضل الله سبحانه وتعالى المقاومة اليوم راسخة القدم على أرض فلسطين، وعلماؤنا في فلسطين لهم دور كبير في هذا، ولعلكم تعرفون بعضهم والتقيتم ببعضهم في محطات عديدة، وأبناؤنا يربون على هذا ويربون على الإسلام، وأن ما يقومون به هو جهاد، هو ليس مجرد قضية سياسية أو قضية وطنية، وإنما هو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمقاومة اليوم تتعرض لتحديات كبيرة، بعضها تعرفونه من واقع أمتنا وما يجري في هذه الأمة، وبعضها في الشأن الداخلي، وبعضها في طبيعة الصراع. وهذا كله يحتاج الحقيقة ربما في جزء أساسي منه إلى